السلام عليكم، هذه المحاضرة الثانية من أردوينو بالعربية وهي بعنوان لنستكشف الأردوينو. ماذا نحتاج في هذه المحاضرة؟ كما تشاهدون في الصورة، ثلاثة جامبر كيبل، ثلاثة ليدز، ليد لايت امبيدد دايود. عند توصيل لايت امبيدد دايود يرجى مراعاة الجزء الموجب وهو الأنود والجزء السالب وهو الكاثود. لا يمكن تشغيل الليد إلا بتوصيله بالطريقة الصحيحة. سنقوم بتوصيل هذه الدارة وبرمجة الأردوينو لاحقا ليعمل كما تشاهدوه الآن. والآن لنقوم ببرمجة الأردوينو ليعمل كما شاهدناه في الفيديو السابق. سنقوم بتعرف الثلاث متغيرات A ويحمل رقم المنفذ التاسع، B ويحمل رقم المنفذ السادس، و C ويحمل رقم المنفذ الثالث. كما تعرفنا في الحلقة الأولى على دالة تدعى بين مود. بين مود هذه الدالة تحدد ما إذا كان هذا المنفذ مدخلا أو مخرجا، وفي هذا المثال سيكون كافة المنافذ مخرجات، وهنا A سيكون output. الآن سنقوم بتكرار هذا الكود على باقي المخرجات وهي ال B وأخيرا ال C. الآن كما شاهدتم مسبقا، الأردوينو يقوم بعملية تشغيل ثلاث مصابيح بشكل متتالي من إضاءة منخفضة إلى إضاءة مرتفعة. كيف نفعل ذلك؟ سنحتاج إلى ست حلقات. أول ثلاث حلقات لتشغيل المصابيح الثلاث إلى أن تشتد الإضاءة، وثاني ثلاث حلقات لعكس العملية. سنبدأ بحلقة 4، سندعو متغير int الـ r ويساوي 0. الـ r هذا سيكون قيمته من 0 إلى 255 وسيكون تزايديا. لنتكلم قليلا على 255. أردوينو ذو 8 بت، وهذه 2 مرفوع الأس 8 تساوي 256. وكالعادة عندما تبدأ من الصفر تنتهي عند 255. سنستخدم دالة analog write وذلك للكتابة على pulse width modulation، على مخرجات pulse width modulation أو إعطائها إما جهد مرتفع أو جهد منخفض، وستتولى ذلك الحلقة. الآن سنحدد المخرج وهو الـ A. أيضا سنحدد قيمة الجهد الذي سيستقبله وهو الـ R من الصفر إلى 255. أيضا سنقول له انتظر قليلا، دعنا نلاحظ ماذا يحدث، وبذلك سنقوم بعملية delay 2 جزء من الثانية أو جزءان من الثانية. سنقوم بتكرار هذا الكود على باقي المتغيرات، هو المتغير B هنا، أيضا متغير C هنا. بعد ذلك كما لاحظتم في الفيديو سيقوم بعكس العملية وهي إيقاف تشغيل هذه المصابيح. سنقوم بنسخ هذه الحلقات الثلاث ونكرر العملية لكن بعكس الحلقة. كيف نقوم بعكس الحلقة؟ وذلك ببدئها من 255 وانتهائها عند الصفر، وستكون في هذه الحالة تناقصية. سنكرر هذا الكود على باقي الحلقات. حسنا، هذه الحلقة الأخيرة. أيضا لا تنسوا أن لدينا C يبدأ أولا في عملية إيقاف التشغيل،
لذلك سنضع الـ A هنا ونضع الـ C في البداية. هذا كل ما لدينا لهذا الكود. سيقول بعض هل ممكن أن أقلص عدد الحلقات لأن 6 حلقات يبدو عددا كبيرا؟ نعم، سأقوم بوضع كود خاص في الفيديو لكم يحتوي على 3 حلقات ويؤدي نفس العمل. هذه المحاضرة الثانية من أردوينو بالعربية مع خالد.